شوف الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. أنا العربة وحسن اللي بلغتكم على هذه الأخت ديالي اللي دايرين ليها خوت هذه الحالة هذه، هما راه تيمنعوني منها ما ندوش لعندها، وداروا لها على قبل الورث. وراك تشوفوا هذه الحالة هذه، راه جالسة بالجوع وبالعطش 20 عام تقريبا هذه، وهي في هذيك الحالة. وها انتم تشوفوا في هذه الحالة هذه، راكم شفتوا هذا المشهد، راكم شفتوه. أنت حاولت شي مرة تفكر؟ أنا مانعين عليا، أنا مانعين عليا ما ندوش عندها. أنا مانعين عليا، أنا راه أنا حسبني محتزز في هذه الحالة هذه. ومشيتي بلغتي السلطات؟ أيه بلغت المقدم عدة مرات، وجات شاف هذه الحالة هذه، واحد النهار دا وحنا راه تشاف هذه الحاله هذه، والماكله راه قاعده راه ما تتاكلش، راكم شفتوا الحاله. والمقدم راه جا سميتو هذا الشيء اللي سميتو سالو مع المقدم، كل ملي جا مع المقدم، ملي جا المقدم راه جا تشاف ديك الحاله عده مرات. واحد النهار جات ادى 10 يطرو ديال الزيت، هزهم انا شفتهم دارهم في الطوموبيل ومشى. مشيت عند القايد قال لي عيط على المقدم. ملي عيط على المقدم جا دخل عنده، ما نعرف شنو قال له، خرج قال لي تجيب لي غير الخرافات جرى عليا. هادشي هو، هادشي هو اللي كاين حتى اليوم. ملي شت ملي تلاقيت معاكم انا بلغت لكم هذا المشهد هذا، وراكم شفتوا كلشي. اختك شحال عندها من عام؟ شحال يكون في عمر ديالها؟ اختي غادي تكون تقريبا جايه 50 سنه. هي 50 سنه؟ 50 سنه فين دوزات انا؟ دوزتها في داكشي اللي شفتو، داك الحاله اللي شفتو مع البقر مع الغنم. وكنت شوف الحاله ملي تيكون الغيس وتكون الشتاء وتكون الساحل تيسوط، راك شفتو الباب ديالها مقود مع كلشي. وهادشي اللي كاين هو هذا.